فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس يستخرج الأحكام الفقهية من حديث واحد ويترك الأحاديث الأخرى، هل فعله هذا مشروع؟ ما يمكن أنه يقتصر على حديث واحد. الأحاديث إذا كانت الأحاديث في موضوع واحد لازم يوفق بينها، إن كان يعرف لازم يوفق بينها. وأما إذا كان كل حديث في موضوع آخر مستقل فلا بأس أن يستدل في كل حديث في موضعه المستقل. الأحاديث التي يظهر بينها تعارض لا بد من عملية دفع التعارض، وهذا لا يقوم به إلا أهل العلم المتخصصين في علم الأصول. ما كل واحد يستطيع أنه يجمع بين الأحاديث أو يجيب عن التعارض، ما يستطيع هذا إلا أهل العلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.